قلل رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف من شأن التصريحات البريطانية التي رجحت أن يكون تحطم الطائرة الروسية في سيناء ناتجا عن انفجار قنبلة. وقال ميدفيديف في اجتماع حكومي إنه من السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأن أسباب تحطم الطائرة. وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قد أكد أن ثمة أدلة تدفع للاعتقاد بأن تحطم الطائرة ناتج عن هجوم، كما رجح مسؤولون أمريكيون أن يكون الحادث من تدبير تنظيم الدولة الإسلامية. وتعمل بريطانيا مع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة لترحيل السياح البريطانيين من منتجع شرم الشيخ المصري.